السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولا أن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة إلى أن ترد الأسئلة الصوتية، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك مصطفى كيف الحال؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية. يا رب في طاعة الله جميعا وإياكم. تفضل. يا رب تبارك الله فيك. معلش يا دكتور، أنا كنت قاعد في سكة، تمام؟ قاعد فين؟ أين كنت قاعد؟ أنا ساكن في سكة. ساكن في شقة، وبعد؟ تمام، فالمطور، المطور مية. أنا تيجي بياخدوا من عندنا كهرباء. طيب وبعد؟ تمام، فالمهم أنا واحد بتكلم مع الراجل اللي هو ياخد من عند يعني المطار ده، أنا من ضمن واحد، فبقول له ياخد الكهرباء ومش عارف إيه، قال لي ده في فيشة في المهم ياخد منها. يعني سؤالك هل تجوز سرقة الكهرباء أو لا تجوز؟ لا تجوز سرقة المال العام ولا تجوز سرقة. معلش يا شيخ، معلش. فالمهم أنا سألته وده لا يجوز، فرحت قلت انا عايزين مطور لوحدي خاص بي انا، تمام؟ ايوه. ورحت جبت شباك النهارده، قال لي بقى تكلفك تكلفه وهتجيب المواسير، انا سجا ايجار. يعني بسال سؤال، يعني النهايه انت تسال عن تكاليف ال، انا مش بسال يعني عن التكاليف، المطور دلوقتي من بره الكهرباء ده 3 شقق مطور دوا. انا عشان يعني النهاية، هل أنتم تسرقون الكهرباء أو لا تسرقونها؟ الكهرباء دي، أيوة الكهرباء دي من برا. سرقة الكهرباء حرام. السلام عليكم. قولي بس. لا تجوز سرقة المال العام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا في خدمة الحاضر. الحمد لله، اتفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. وإياكم، اتفضل. هل هناك فضل للعيش في المدينة المنورة أو الموت فيها؟ إيه؟ هل هناك فضل للعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الموت بها؟ نعم، ورد فضل في ذلك، أن النبي عليه السلام يشفع لمن يموت فيها عليه الصلاة والسلام، والصلاة في مسجد النبي تعدل 1000 صلاة فيما سواه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. مولانا، هل هذا موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أم وفاته؟ لم يثبت أن النبي عليه السلام ولد في يوم معين بالسند، يعني بالسند الصحيح لم يثبت أن النبي مات ولد يوم كذا كذا، لم يثبت في السند الصحيح. يعني الناس كده بتحتفل كده، يعني ايه الاصل بتاع الاحتفال ده؟ يعني ما ادري، الفاطميون ادخلوا مصر اشياء موالد واحتفالات، الفاطميون ادخلوا شيئا كثيرا في الدين استحسانا منهم واحداثا في الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنت الشيخ، أكرمكم الله. وياك. عندي لو أكرمت استفسار أو فكرة، وأريد حضرتك تعلق عليها، خاصة بعلم الجرح والتعديل. حضرتك معايا؟
ما أكلك نخلص بسرعة عندي مش مكان لجرح والتعديل. لا لا هي فكرة مش حتى خارج التخصص. أقول إن علم الجرح والتعديل خرج طبعا لأسباب معينة عشان معرفة قدر الرجال. الآن بعض علماء الحديث المعاصرين يستخدموا الألفاظ أو المصطلحات اللي جاءت في علم الجرح والتعديل الخاصة بالحديث يستخدموها مع العلماء ومع عامة المسلمين ومع الدعاء. صدقت صدقت. لا 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 صحيح. يعني عليك الصلاة. يعني مثلا الأولون كانوا يصفون شخصا يتكلم عن رسول الله ويكذب على الرسول فيقولون دجال من الدجاجيل. فأتي واحد يصف به شخصا موجودا الآن من إخوانه الطيبين الذين اختلفوا معه في مسألة يقول دجال من الدجاجيل. يستخدم الألفاظ القاسية التي كانت تقال تحذيرا وتنفيرا عن الكذب على رسول الله يستخدمها في اللقاء عفوا يستخدمها في 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 وصف إخوانه بذلك إذا خلفوه رأيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله الله يبارك فيك. أنا سمعت يا شيخ كنت رحت أشتري كتاب بس المحل ما كانش يعني ما عندوش الكتاب ده فقال لي سيب عربون وهجيبه لك. فإيه حكم سيب عربون يجيبه لك لكن بعد ما يجيبه أنت مخير أيضا يخيرك بعد ما يأتي به. الله, الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله ما يبارك فيك يا رب. كان عندي سؤالين شيخنا ما ظهر. اتفضل. شيخنا ايه رأيكم في رد فعل الاخ المسلم في قتل المدرس المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رأينا فيه مش فاهم من اي ناحية. يعني هو الناس تقول لازم يبقى فيه عقاب بس دي دولة كافرة اصلا. يعني هل رد فعله سليم ان انا يقتل واحد النبي صلى الله عليه وسلم بحجة مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم حل يعني انت لسه جاي تدافع عن اللي عن المقتول عن المجرم المقتول ولا مش فاهم؟ دافع عنه انا اسال عن الحكم الشرعي. طيب تسال عن الحكم الشرعي مش وقت السؤال عن الحكم الشرعي في هذا الباب. انت لست محاكما لشخص. اولا انت رايت انه قتله ولم يقتله ولم ترى او سمعت من الكفار هل يمنع ان يكون مخابرات فرنسيه قتلته؟ هل يمنع؟ ممكن خلاص. المهم ان الان قدر الله ان شخصا اساء الى النبي فقتله شخص. قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب كامل مساله فيها نظر. لا طبعا لا. طيب المسلمين يذبحون في العالم كله وانت جئت تثأر لكافر قتل لكافر سب رسول الله. خلاص انتهى امره انتهى امره. لكن الان المسلمون الذين يبادون في كل العالم في كل العالم المسلمون يبادون في كل انحاء العالم على مرأى ومسمع من جميع العالم ويدكون بطائرات ويذبحون في كل العالم. جئت انت تسأر لشخص سب الرسول فقتله شخص بزعمهم؟ ما ينبغي ان يطرح سؤال هكذا. الان الواقع لا يستدعي ان تقول هذا الكلام ان القاتل اخطا او ما اخطاش. لا معلش انا بكلمك بس الاسئله لا فقه. متى نسأل السؤال ومتى لا نسأل السؤال؟ ده جزء الأولاني. الجزء الثاني يا شيخنا أواخر سورة الليل وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أيه معناها معلش. لا لا ليس لأحد عند هذا الشخص فعل الخير يعني هو يفعل الخير لا يطلب ثوابا من أحد إلا من الله. معلش شيخنا تاني بعد ظهرك. لا يطلب ثوابا لفعل الخير من أحد إلا من الله. نعم الإخلاص يعني. الإخلاص. السلام عليكم. غريب أمر الناس يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك يا شيخنا. وفيك يا رب يبارك فيك. آمين يا رب. أنا سؤال بس بسيط يا شيخنا. اتفضل. بقول لك يا شيخنا. هل الرئيس السيسي مسلم؟ ظاهره الإسلام.
ماذا نقول يعني؟ لا نعتقد كفره يا أخي، لا أعتقد كفره بل أعتقده مسلما. السلام عليكم. أعتقده مسلما، انتبه. ليس والله، لا والله ليس مجاملة لأحد، هذا اعتقادي أنه رجل مسلم له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. قد يكون أصرف على نفسي في أمور أو ما أصرف على نفسي في أمور لمسألة أخرى، لكن إسلام وكفر هذا الذي أعتقده، والله أعلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. معلش يا شيخنا، كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. وانا كان لحد علمي يعني، كنت عايز حضرتك تصحح لي بس المعلومه، اللي بيوصل للميت الحج والعمره والصدقه والدعاء، هل هذا صحيح ولا لا؟ وهل الذي يكون الحج والعمره صدقه بعد ده يكون من ابن المتوفى ولا لا؟ لا لا، ثاني كده. يصل الى الميت ما يلي، يصل الى الميت ما يلي: الحج، العمرة، الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يدعو له، الولد الصالح الذي يدعو له. يصل إليه من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. أمور وردت بالنصوص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. أكرمك الله. وأكرمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإياكم وإياكم وإياكم. لدي سؤال يا شيخنا، بس هو في يعني الميت لما بيموت وتبعث إليه روح في قبره مرة أخرى ليسأل من الملكين، هل بعد سؤال الملكين له تقبل رحمه مرة أخرى ويبيك سكرة الموت؟ لا، تلك مسألة فيها أنه يقال له نم، فقد علمنا إن كنت لموقنا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا قويا والسامعين. آمين آمين آمين. تفضل. عندي سؤال يا شيخ، هل بعد نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان يؤمن جميع أهل الكتاب أنه عبد الله ورسوله؟ وهل ينفع الإيمان حينئذ أم يكون من الإيمان الاضطراري؟ هذا السؤال. هل يؤمن جميع، هل بعد نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان يؤمن جميع أهل الكتاب أنه عبد الله ورسوله؟ وهل يكون إيمانان من قبيل الإيمان الاضطراري الذي لا ينفع أم ينفع؟ ورد حديث في صحيح مسلم فيه بعض الانتقاد، وأراه منتقدا: ثلاثة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فذكر منها المسيح الدجال. المسيح الدجال، وهذا وهم، المسيح الدجال يتزامن مع نبي الله عيسى عليه السلام، لكن الحديث فيه ضعف. لكن عموما عموما ف ليس كل أهل الكتاب يؤمنون بعيسى عليه السلام. من أهل الكتاب. إن هل إن من تفيد العموم؟ لا لا تفيد العموم. إذا منهم من لا يؤمن. لا. متى تنقطع التوبة؟ الرحمن. عند طلوع الشمس من مغربها. عند طلوع الشمس من مغربها. أيوة، عند طلوع الشمس من مغربها. نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك، لو سمحت كنت عايز استفسر عن محل ادوات التجميل، هل هذا حرام او حلال؟ انا عندي محل وهفتحه اكسسوارات حريمي وادوات تجميل وكده. لا بأس. لا بأس عليا، معليش ذنب يعني؟ نعم، الله يسلمك. شكر جدا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ منور معك. يا مرحبا شيخ محمد. اسال الله ان يبارك لنا فيكم وفي عمركم وفي علمكم. وياكم الله يحفظكم. شيخ انا شوف في شيء فضلتك نوهت عليه، احببت ان اعرضه عليك سريعا، هل يسمح لنا؟ اتفضل. فضلتك نوهت على في حديث عائشة في التيمم في ظهوره وترجله وتناوله. ايه زيادة في شأنه كله؟ نعم صحيح. جزاك الله خيرا. هذه الزياده يرويها شعبه عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه. نعم. ورواها ابو الاحوص في روى الحديث بدون هذه الزياده. نعم. وشعبه عنه روى ورد عنه ثلاثه الفاظ في شان كله وما استطاع والروايه بدون ذكرها. قال النسائي ايوه شعبه سمعت الاشعث بواسط يقول يحب التامل في شان كله، ثم سمعته بالكوفه يقول يحب التيمم ما استطاع. هل هذا دليل على اعلان هذه اللفظه شيخا؟ تحتاج الى مزيد بحث. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. وياكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، ايه صحه حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان دائم الحزن او متواصل الاحزان؟ لا يصح. طب سؤال كمان يا شيخ. لو انا بصلي ونسيت وقرات الفاتحه بس ونزلت وركعت وسجدت، اسجد سهو ولا؟ ماذا صنعت عفوا؟ انا بصلي وقرات الفاتحه فقط ونسيت وركعت ووصلت للسجود. نسيت وقرأت الفاتحة فقط؟ أنا ما قرأتش سورة تاني بعد الفاتحة. السورة التي بعد الفاتحة ليست بواجبة. ليست بواجبة. أه نعم. سمعي. السلام عليكم. أهلا وسهلا وبركاته. نعم. إزي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا كنت مشارك واحد زميلي على في مصنع صغير كده. إيه. معدات، وهو اللي كان بيتابع كل حاجه، بس احنا كنا الشركه بالنص، وانا كنت في دراسه عادي، فاكتشفت بعد فتره اللي هو باع المعدات من غير ما يبلغني، فانا كنت عاوز احاسبه على الفتره اللي باع فيها المعدات لحد ما عرفت. مثلا كان بيدخل لنا مثلا شهريا 10 جنيه، كنت عاوز احاسبه على الفتره دي، حق ولا مش حق؟ ايه سؤالك؟ بقول لحضرتك انا كنت مشارك واحد زميلي على معدات. هاي وبعد؟ وبعد كده هو تجارة يعني ولا ايه؟ ما يبلغني، فانا كنت عاوز لا سؤالا اصبر. المعدات اللي كان بيدخلها مثلا 10,000 في الشهر. اصبر يا حبيبي بس اصبر. اتفضل. انت مشارك واحد في معدات. اه. من الذي له حق البيع وحق الشراء؟ احنا الاثنين كلاكما. فجاء هو باع دون ان يرجع اليك. اه. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك انا عرفت مثلا هو ما بلغنيش غير بعدها بفتره وانا بساله يعني. طيب الفلوس راحت فين؟ فلوس المعدات. فلوس المعدات هو حطها في معده ثانيه المفروض اللي هو ينزلها، ينزل معده احدث يعني. يعني حطها في معدات لصالح الشركه. اه. طيب هو اجتهد فقط ورأى أن هذا الباب أفضل من هذا الباب دون الرجوع إليك، غلط. لكن عموما الأمر ما يجوز لك، لأن هو الآن فقط هو الآن عفوا الآن اجتهد لمصلحة الشركة أو لمصلحة نفسي شخصيا. لا هو لمصلحة الشركة، احنا الاثنين يعني. هو لما اجتهد هذا الأخ الذي اجتهد اجتهد لمصلحة الشركة أو لمصلحة نفسه؟ لا لمصلحة الشركة. خلاص تغفرها له، الله يستر عليك. تمام. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عايزين نسأل الشيخ. تفضل اسأل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. معي سؤال يا شيخ. تفضل تفضل. في واحد اشترى يعني او عقد عقد بيع وشراء مع واحد على اساس ايه؟ على اساس يشتري منه شقه مثلا سكنه 150,000. ايوه. طبعا اللي حصل من البائع المماطله فظل الموضوع ده 7-8 سنين يعني. تعاقد مع شركه؟ لا هو تعاقد مع واحد يعني. تعاقد مع واحد على؟ لا شقة يعني. تعاقد مع واحد على ماذا يعني؟ مش فاهم. هو يعني تعاقد معه على اساس يبيع له شقة يعني، فوداه 150,000 من حوالي 7-8 سنين. زيد تعاقد مع ما بينه فظل ما بينه لغاية ما الموضوع وصل إلى مجلس عرب كده. فطبعا هو مجلس عرب حكم انه يعني بعد 7 سنين انه يكتب انه هو في ذمته 250,000 بدل 150. من الذي ماطل؟ اللي هو اللي حيدي الشقه للمشتري. مالك الشقه؟ نعم. مالك الشقه؟ هو يعني هو طبعا وثق فيه على اساس هو مالك الشقه. يعني انا الان اصبر على ايده يعملها يعني مش كويسه. اصبر اصبر بس. فطبعا عمل مجلس عرب على اساس هو اصبر علي اصبر علي بس اصبر. نعم. زيد ذهب يشتري من عمرو شقه من 7 سنين. واتفق وسلمه 150,000 جنيه. عمرو ماطل في تسليم الشقة واستفاد بالمئة وخمسين ألف جنيه لمدة 7 سنوات أو 8 سنوات وطلع كذاب في الآخر. اصبر علي اصبر علي بس اصبر اصبر علي بس. فزيد زيد له حق عند عمرو 150,000 جنيه أخذها يشغلها لمدة 7 سنوات وماطل وخرج كذابا. فالمجلس الحكمي فرض على عمرو غرامة تعزيرية 100,000 جنيه. لا بأس بذلك لأنه ليس دينا. هذا غش عشان السؤال تكمل يعني. فطبعا هو ظل يماطل ايضا حتى بلغ الامر للقضاء يعني. اي فطبعا هو لما الورقه دي وصلت للقاضي هو المحامي بتاعه طلب من القاضي نفسه ان يطلب من الدائن ان يحلف هل تسلم هذا المال فعلا من الرجل ده. نحن الان بين امرين. هذا الرجل حق ان يحلف امام القضاء انه فعلا ما استلم منه 250. انتظر. يعني هذا المماطل طلب من القاضي ان يستحلف من؟ يستحلف الرجل الذي دفع المال. الذي دفع المال دفع فقط 150 صح كده؟ هل تعد موافقة الرجل على 250 في مجلس العرب؟ يا اخي سيبنا اتكلم. دعني اتكلم. انا فهمت سؤالك لا تقاطعني ارجوك لوجه الله. الآن شخص أخذ 150,000 من شخص مقابل شقة ماطله 7 سنوات 8 سنوات ما أتى بالشقة واستعمل 150,000 يذهب بها ويأتي. المجلس العرفي قضى بأنهم 250 كتب ورقة جديدة بكذا. طلب الرجل ماطل ايضا ورفع الامر للقضاء. فالمماطل طلب من القاضي ان يحلف صاحب الفلوس. فصاحب الفلوس سلم فقط 150,000 والذي شكى به 250. فالشاهد في هذا الحال احنا بين امرين. اسمعني إما أن تضيع الفلوس والنبي نهى عن إضاعة المال، وإما أن يحلف والحلف كذبا حرام. فنحن بين أمرين، ضياع المال أو اليمين الكذبة.
اليمين الكاذبة لها مبررها أو ليس لها مبررها؟ لها مبررها، اليمين الكاذبة لها مبررها وهو المماطلة. فهذه المسألة تنبني على اختيار أخف الأضرار. أخف الأضرار، إن كانت الماء 50,000 جنيه لا تشكل شيئا كبيرا من تركتي، مثلا نفرض أنني مع مثلا ملايين، فمش أحلف كذب من أجل 150,000 جنيه. لكن إذا كانت هي كل رأس مالي وسأضيع ويضيع أولادي، فلعل لك عذر أمام الله سبحانه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. اتفضل. فضلك سؤالي، انا كان معمول حساب في البنك، كنت عاصر، فللاسف الحساب ده الحساب العاصر بيبقى عليه فوائد للاسف. انا كنت عامل نيه لله ان انا هطلع فلوس الفوائد دي، جميل، بس انا هنقل البنك، فهل يسمح ان انا لما اجي افتح في بنك تاني يكون مصاريف فتح الحساب دي يبقى فلوس الفوائد ولا لا يجوز؟ هو وجه لأمر معين، وهو أنك ظلمت من البنك الأول إذ أكرهوك على وضع مالك عندهم وثمروها بالطريقة التي يريدونها. هو قالوا لي إن هو ما فيش غير الحساب الأصل، هو نعم. أنا فاهم الكلام كويس، فاهم الكلام جيدا. يعني فتواك فيها اتجاهان، اتجاه الورع وأنك تترك كل هذا وتقتصر بمالك الحلال، واتجاه آخر أن الشخص يأخذ الفلوس والإثم على من أخذوا ماله واغتصبوه وثمروه بالطريقة التي يريدونها. فالقولان موجودان. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. قلت واحد بيسألنا الشيخ مصطفى بالنسبة للبرشام اللي هو ترمادول والحدية، ده عند الجماعة، هل يجوز؟ مضرة ولا غير مضرة؟ والله أنا قلت له الطبيب الذي يسأل، مضرة أو مسكرة أو لا؟ مضرة أو مسكرة حرام؟ أيوه، مضرة أو مسكرة؟ حاجة أنا حرام. بسألك هو ده، مضرة أو مسكرة؟ محرمة. محرمة. إذا مضرة أو مسكرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. أنا حاطط فلوس بنك إسلامي، وعاملين في عرض من البنك وبنت عربية، مقابل ان المبلغ ده يفضل عندهم ثابت لغايه لما يخلص طاقه العربيه بعدين يدوا كوبتون. انا انصحك بالبعد عن هذه المعاملات مع هذه البنوك. وانت اسلامي؟ كل البنوك سواء، هم يخدعون الناس بكلمه اسلامي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال عن المدين الحاجبين اللي هو على عظمه القلب، ده جوز ولا لا يجوز؟ عمل ما بين الحاجبين هذا؟ تمام. عمل ما بين الحاجبين ابتعدي عنه، فان كثيرا من العلماء الحقوه بالنمس. طب معلش، كنت عايز اسال على شرائع الاسكان اللي هي تبع بنك التعمير الاسكاني. العقد فيه شروط ربويه، ولعلك إذا قرأتي ستفهمي ذلك. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالين يا شيخ. بالنسبة للسؤال الأول، ما صحة الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ومن لم يتخذ صاحبة؟ لا يصح، لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حضرتك. ألو. أي نعم. شيخنا حضرتك، أنا كنت زارع 17 قراب ذرة، منهم 4 قراب إيجار. طيب وبعد؟ حضرتك كنا بنجمع الذرة وبنطلع الزكاة بتاعه.
طيب النهارده احنا بنفرم الدره وبنعمله على تمامه المواشي. طيب انا مش عارف احسب زكاه الدره ازاي، الزكاه بتاع الدره هتعملها كيف تعملها الان؟ هنحسب على نص العشر وخلاص. شوف نصف العشر بكم، نصف العشر بكم، واخرج نصف العشر. حضرتك احنا بنفرمها وبنفرمها وبنخزنها لعلة المواشي، ما بنعرفش الكميه قد ايه. نصف يا اخي الكريم، نصف العشر يساوي كام؟ تعرف كده اكيد. تمام، اخرج نصف العشر. ماشي، شكرا. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فسر حضرتك يا شيخ مصطفى على المسح على الشراب، بس الشراب خفيف يعني، خفيف كده، ساعات يبقى فيه نقر او قطع بسيط كده يا شيخ مصطفى، يجوز المسح عليه؟ والله اذا سالتني انا مختار القول بعدم جواز المسح على الجرب من الاصل، لكن عند القائلين به اذا كان الثقب صغيرا لا يلفت يجوز، تسع الرقعة لا يجوز عند القائلين بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا شيخ. هو مجرد سؤالين اثنين يا شيخ. اول سؤال، انا الوالد متوفي بقاله 6 سنين وكان شغال مدرس، ففي بعض الاجراءات كده من ضمنها الفلوس اللي هم حاجات الجنازه والكلام ده كله احنا ما كناش خدناهم، وكان في حاجات حواليها هم ضافوها لنا في حساب في البنك، فهل وده خارج عن ارادتنا وقت ما احنا بنعدي السن القانوني اللي انا لسه من لحظات ممكن تراجع الفتوى من قبل دقيقه واحده. انا ما كنتش فاتح لا افتح عشان بس الناس تستفيد يعني. السلام عليكم. في عبد الرحمن اسئله تحتاج لحذف. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. في كفار يا عبد الرحمن بيكتبوا بعض الكلام كده، ممكن تحذف كلامهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا والدي تزوج من اسبوعين. اي نعم. يعني اتفق مع زوجته اللي تزوجها ان هو يكتب لها قايمه ب 22,000 جنيه. نعم. واداها فلوس في ايديها 5,000. وانا دلوقتي على خلاف معاها وخلاص، المفروض ان هم هيطلقوا. طيب. وهي بتطالب بالقايمه دي دلوقتي ان هي تاخد العفش بتاعها كله. تم العقد؟ لسه ما تم عقد الجواز، تم من اسبوعين. ها؟ عقد الجواز تم من اسبوعين. يعني كتب الكتاب. اه، وتزوجها. ودخل بها. اه، ودخل بها. ويريد ان يطلق. اه، دلوقتي في مشاكل بينهم وهيطلقها. اذا طلقها لها كل حقوقها، لها القايمه ولها المؤخر ولها النفقه والسكنه مده العده ولها متاع بالمعروف حقا على المتقين. طب هو لو مش عايز يضيع حقها وكمان يقول لها هات الفلوس اللي عندك. اه، ده راجل ظالم. ليه هي عملت ايه يعني؟ ما هي قضيه لازم نساله ليه كده، انت عملت كده. هو خلاف عادي ما بينهم بس هو مش عايزها. خلاص مش عايزها، ادي لها حقوقها، حرام عليك. ان لو انت مكانها يكون موقفك ايه؟ ما انا بنته وانا خايفه عليه وانا مش عارفه انصحها. الله يكرمك، انا ظننتك موافقه لابيك، ذكريه بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء يا رب. وجزاك الله مثله. جزاك يا رب. وجزاك الله مثله، تفضلي. نعم، عندي سؤال يا شيخ مصطفى. نعم، تفضلي. كيف أجمع بين حديث المرأة التي صرعت وسؤال الله العفو والعافية والأخذ بالأسباب للتداوي؟ بس عايزة أكمل سؤالي للأسف الله يكرمك. أعلم أن أعلى الجزاء المجني ما ذكر بالقرآن والسنة. وأيضا مواد الصيدلية هو ما تخرج الأرض من خيرات الله، فقط مصنعة بنسب معينة لتناسب كل حالة مرضية. حضرتك أنا اتكلمت بالذات لأن حضرتك ذكرت أنك لا تتداوى بما في الصيدلية، هو من خيرات الله ومن أرض الله وبنسب معينة لتناسب كل حالة مرضية، جزاكم الله خير الجزاء. ما
وجزاك الله مثله. أولا بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا لست بمحرم شيئا أحله الله، ولست بحجة على الدين أبدا. الدين قال الله قال رسوله، ولكن سأطرح سؤالا وأجيب عليه لنفع المسلمين. السؤال هو: هل التداوي أفضل أم التوكل على الله وترك التداوي أفضل؟ فمن العلماء من قال التفصيل بإجمال: إذا كان المرض الذي بالشخص لن يؤثر على حق الله وعلى حق العباد، لن يؤثر على حق الله ولا حق العباد، فترك التداوي أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولي الجنة ولكن ندعو الله لا يتكشف. ثانيا، أن نفس الحالة أتت لرسول الله في رجل أعمى، قال: قد شق علي ذهاب بصري، فأجابه بنفس الجواب. ثالثا، النبي قال: 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم. أما إذا كان المرض يؤثر على حق الله، كان يكون مثلا عندك انفلات ريح عند شخص يؤثر على الصلاة، يؤثر على الصلاة، ففي هذه الحالة نقول تعالج حتى تؤدي حق الله. كان عندك مثلا ضعف في الباء، في الباء، فلا تعف زوجتك، يقول لك تداوي حينئذ، عليك بالتداوي حينئذ تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، عفوا تؤدي حق العباد، تؤدي حق العباد. هذا مجمل القول. أما أنا كشخصي ما أقول من حج على العباد، ما لست بحج على العباد. وأنت والأخت السائلة لعل يعني ما اطلعت على أموري كلها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وكان عندي سؤال. سأل. أنا طالب مهندس سنة شاني شرحت قصة كبيرة من القرآن، وأريد أن أطلب العلم وأشتقها في الدين، فبماذا تنصحني شيخان؟ طالب هندسة؟ نعم. لا مانع أن تجمع بين هذا وذاك إن شاء الله، نسأل الله لك التوفيق والسداد، وتجتهد في دينك أيضا، فبإذن الله اجتهادك في الأمرين بإذن الله في فضل إن شاء الله. السلام عليكم إخوانك وائل ينبهونك على تعليقات عبد الرحمن. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أشغل فلوس مع حد يعني، فهو قال لي هو موافق إن أنا مش هشيل معاه في الخسارة، فهل ده يجوز يعني؟ لا يجوز. طب أنا بتفق معاه على نسبة من الخسارة زي نسبة في الربح كده ولا ما تنفعش؟ على ما تتفقان عليه. يعني عادة اتفق معه على نسبة الخسارة. على ما تتفقان عليه. طيب معلش سؤال تاني. ايه؟ هو أنا دلوقتي أنا كنت هشتري موبايل لصاحبي وهو يقسط لي الفلوس وكده. ايه؟ فأنا دلوقتي كان فاضل من مبلغ التليفون 200 جنيه. ايه؟ أنا خدتهم منه ورحت اشتريت بهم الموبايل، كان ناقص يعني، فأنا اشتريت بهم الموبايل وحسبتهم من المقدم اللي هو المفروض كان يدفعه. فهل كده رضا ولا لا؟ أعد السؤال معذرتك. هو أنا كنت اشتريت موبايل لصاحبي، فهو كان فاضل على يعني هو كان عايز نشتري الموبايل وقسطه له. عايز تشتري موبايل وتقسطه له. أيوه. يريد منك أن تشتري له محمول وتبيعه له. تمام مظبوط. أيوه. دي حيلة من حيل الربا. أنا كان فاضل على التليفون. هذه من غير ما تكمل، هذه حيلة من حيل الربا.
هذه حيلة من حيل الربا. أنا ليس معي فلوس فقلت لك يا زيد اشتري لي معمول وأنا اشتري منك بالقسط، هذه حيلة من حيل الربا. السلام عليكم. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، احنا انا وصحابي بنعمل ختمة في القرآن، فاحيانا بيفوتني مثلا حاجة ارجع اجيبها بعد الختمة، يجوز؟ يجوز. طيب جزاكم الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.